بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 34. المستمع علي عبد الرحمن من الرياض، في سؤالي الأول يقول: لقد اعتمرت ولله الحمد أنا وزوجتي سابقا، ولكنه حصل عندما وصلنا إلى الحرم طلبت مني زوجتي أن نسعى قبل أن نطوف لأن الوقت كان حارا والمسعى مضلل، لكن لم نفعل ذلك بل قدمنا الطواف على السعي، فما حكم تقديم السعي قبل الطواف؟ ومن فعل ذلك فماذا عليه أن يفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يجوز تقديم السعي على الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف أولا ثم سعى بين الصفا والمروة بعدما صلى ركعتين خلف المقام وقال: خذوا عني مناسككم. فتقديم السعي على الطواف لا يجوز، ولو فعله إنسان لم يصح، لأنه يشترط لصحة السعي أن يكون بعد طواف مشروع. نعم، لو فعله إنسان هل عليه أن يعيده؟ نعم، يعيد عمرته. قلنا إنه لو فعله إنسان لم يصح، لأنه يشترط لصحة السعي أن يكون بعد طواف مشروع، فلو عكس وبدأ بالسعي ثم بالطواف لم يصح له إلا الطواف فقط، وعليه الإعادة، يعني عليه أن يعيد عمرة كاملة صحيحة. هو إذا كان فعل هذا وتحلل من عمرته، نعم، معناه أنه ما أدى العمرة، هو باق في إحرامه، وباق في إحرامه لأنه بقي عليه ركن من أركان العمرة وهو السعي، فعليه أن يعيد ملابس الإحرام لأنه لا زال محرما. نعم، يعيد ملابس الإحرام ويخلع الملابس المخيطة ويتجنب محظورات الإحرام ويمضي ويأتي بالعمرة التي أحرم بها في الأول لأنها لا زالت عليه، نعم، ليس عليها أن يذبح. هذا راجع إلى المحظور إذا كان فعل الذي ارتكبه. نعم، نعم، فإن كان جامع يعني الفترة يكون عليه فدية، يكون عليه شيء. نعم، تفسد عمرته إذا كان حصل جماع قول سعي، نعم، تكون عمرته قد فسدت، يمضي في فاسدها ويكملها كما ذكرنا، ثم عليه أن يحرم بعمرة قضاء يقضي مع ذبح شاة أو ذبح بدنة على خلاف بين أهل العلم، ومن يرى أن عليه بدنة يذبح شاة، هذا إذا جامع قبل السعي. نعم، هو بالتأكيد لأنه كأنه يرى في نفسه أنه أدى عمرة صحيحة رجع إلى حياته العادية أو الطبيعية. نعم، هذا كما ذكرنا عليه أن يعيد ملابس الإحرام كما كانت ويمضي في بقية هذه العمرة يكملها ثم يحرم بعمرة قضائية جديدة ويذبح فدية. نعم، يقول أيضا: ونحن في المسعى طلب أحد أطفالي أن نذهب به لقضاء الحاجة، فاضطررت أن أخرج به خارج المسعى ثم بعد ذلك عدت لأكمل سعي، فما حكم ذلك؟ اشترطوا لصحة السعي الموالاة بين الأشواط. نعم، فإذا قطع السعي وخرج إلى دورة المياه ثم عاد فإنه يستأنف السعي من جديد، يبدأ من الشوط الأول لأن الأشواط التي قطعها بطلت بفوات الشر. نعم، ولو قطعها لأداء الصلاة. أما إذا حانت الصلاة وهو في السعي فإنه يصلي في المسعى، يصلي في المسعى ويستأنف الشوط الذي صلى فيه فقط. نعم، أما ما قبله من الأشواط فيبني عليه، وإذا صادف وقت الصلاة بعد نهاية شوط كامل يصلي ويبدأ الشوط الذي بعده. نعم، لا، ولا يذهب إلى المسجد ما دام أنه في السعي وقيمة الصلاة يصلي في المسعى، يعني قد يتعذر عليه الصلاة في المسعى بحكم حركة السعاة فيه، السعاة يقفون للصلاة ما يمشون الصلاة، صلون كلهم يصلي في مكانه. نعم، هذه المستمعة هنيدة بوزيد بن عبد السلام من المملكة المغربية، بعثت بسؤال تقول فيه: ذات يوم سقطت على الأرض فأصيبت بكسر في إحدى رجليها، مما جعل الأطباء يعملون لها عملية جراحية، وتم تجبير الرجل على عظام اصطناعية أو قطع حديدية، ولهذا فإنه يصعب عليها الوضوء، ولذلك فهي تتيمم لكل صلاة ولا تتوضأ، فهل فعلها هذا صحيح؟ وإلا فماذا يجب عليها مستقبلا وعما مضى من الصلوات بالتيمم فقط؟ يجب عليها أن تغسل الأعضاء الصحيحة وأن تتيمم عن العضو الذي يتعذر غسله، وإن كان عليه جبيرة أو عليه شيء من الحوائل تمسح عليه ويكفي المسح عن غسله، أما إذا لم يكن عليه حائل ولكنها لا تقدر على غسله فإنها تتيمم عنه بعد أن تغسل الأعضاء الصحيحة. نعم، والصلوات التي صلتها بالتيمم في الأول إذا كانت تعرف عددها تعيدها، لأن التيمم لا يجزي وحده، لا بد من غسل الأعضاء الصحيح. نعم، نعم، إذا كانت تمسح عليها مسحا فقط فهل يجزي هذا عن التيمم أو لا بد من التيمم مع المسح؟ المسح إنما يكون على الحائل إذا
كان عليها حائل كما ذكرنا. نعم عليها جبيرة يكفي المس ولا تتيمم عنه ولا تتيمم عن الغسل يعني. هذا المستمع عثمان هاء عين من المنطقة الجنوبية بعث بسؤال يقول فيه: لقد قدر الله علي بحادث سيارة بأن صدمت بسيارة أحد الأشخاص بينما كان هو يمشي على قدميه وقد نقل إلى المستشفى متأثرا بتلك الإصابة ومكث 15 يوما ثم توفي، وقد تنازل أهله عن ديته وأخذ أولاده القصر مبلغ 30,000 ريال حيث كان الخطأ مشتركا فعليه نسبة 40% منه. وسؤالي هو عن الصيام، هل يجب علي وجوبا؟ فبما أنني طالب في المرحلة الثانوية فقد لا أستطيع الجمع بين الصيام والدراسة، فهل يكفي أن أتصدق أو أطعم أو هل من مخرج لي من الصيام؟ أفيدوني بارك الله فيكم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. لا شك أنه يجب عليك الصيام لأنك شاركت في قتل نفس خطأ، والكفارة تجب على القاتل خطأ سواء انفرد بالقتل أو شارك فيه، وأنت تذكر أنك اشتركت فيه ب40%. نعم ب60%. المهم لو شارك في واحد أكثر من النص. نعم لو شارك ب1% أو أقل فعليه كفارة لعموم الآية الكريمة. نعم فيثبت في ذمتك صيام شهرين لأن العتق الآن غير موجود، تذهب إلى البديل وهو الصيام، وليس هناك شيء ثالث غير الصيام، وتأتي به متى استطعت. إذا كنت في الوقت الحاضر لا تستطيع إنه يبقى في ذمتك وتصومه إذا استطعت. والدراسة ليست مانعة من الصيام، الناس يصومون وهم يدرسون لا سيما في المناطق الباردة. نعم فالدراسة ليست عذرا في ترك الصيام، ولو أنك تحينت مثلا الفصول الباردة مثل فصل الشتاء وصمت فيه فلا بأس بذلك، مع قصر النهار أيضا. مع قصر النهار أو مع البرودة مثلا التي تخفف عليك شدة الصيام. نعم المهم أنه لا بد أن تصوم وأنت أدرى بالوقت المناسب لك، والصيام يبقى في ذمتك إلى أن تؤديه. نعم ليس له بديل، يعني الإطعام ليس له وجود في كفارة القتل. الله تعالى لم يذكر إلا خصلتين. نعم. العتق أو الصيام، بينما ذكر في كفارات الأخرى 3 أشياء دل على أن القتل لا يجزي فيه إلا شيئان: العتق أو الصيام. نعم جزاكم الله خيرا. هذا المستمع مصطفى بن بولعيد من الجزائر الأغواط يقول: قبل أن أتزوج حصل خلاف بيني وبين والدي، فقلت له: حرام علي الزوجة التي تدفع في مهرها دراهم من عندك. وبعد مضي سنة تقريبا وبعد أن زال الخلاف بيننا تقدم والدي إلى أهل إحدى الفتيات وخطبها لي، ولم نتذكر في ذلك الوقت التحريم الذي صدر مني سالفا، وفعلا تم الزواج وقد أنجبت الزوجة 4 أولاد. فما الحكم في هذا؟ وهل يؤثر التحريم أو الطلاق الذي يقع من شخص قبل أن يتزوج هل يؤثر عليه بعد الزواج أم لا، علما أنني قد دفعت إلى والدي ما صرفه علي في زواج ذلك؟ أولا لا يجوز لك أن تغضب على والدك وأن مثلا تتجادل معه ويصل بك الغضب إلى هذه الدرجة، لأن الوالد له حق ويجب على الولد أن يتأدب معه وأن يخضع له وأن يوقره ويحترمه. أما ما حصل منك فأنت أخطأت فيه، عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، تستغفر وتطلب من والدك المسامحة. أما بالنسبة لليمين التي حلفتها على ألا يدفع والدك شيئا، تريد بذلك قطع منته، وأنت لم تقصد التحريم، لم تقصد الظهار ولم تقصد الطلاق، وإنما قصدت منع والدك من دفع شيء لأنك غضبت وتريد أن تقطع منته. إذا كان هذا هو قصدك وهو ظاهر الملابسة التي بينك وبينه، فعليك أن تكفر كفارة يمين. قال الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواج، إلى قوله سبحانه: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. لكن هذا قبل عقد النكاح أصلا، فهذا يمين، يعتبر يمين. نعم فعليه يكون كفارة يمين. أما إذا كان قصد بذلك الظهار أو الطلاق قبل أن يتزوج فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، هل إذا ظاهر الإنسان أو طلق قبل أن يتزوج بأن قال: إذا تزوجت امرأة أو تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، أو قال: إن تزوجت امرأة أو تزوجت فلانة فهي طالق، هذا موضع خلاف بين أهل العلم، هل يقع الطلاق والظهار السابق على العقد أو لا يقع. الذي عليه المذهب فيما أعلم أنه لا يقع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، أي للزوج، وهذا في حالة يمينه ليس زوجا. نعم نعم. وكذلك أنه لا نذر على الإنسان
فيما لا يملك، هذا لا يملك، لا يملك شيئا حال صدور التلفظ منه. فالصحيح أنه لا شيء عليه، لا يقع طلاق ولا ظهار قبل عقد النكاح إذا صدر منه قبل عقد النكاح. والقول الثاني لأهل العلم أنه يقع عليه إذا تزوجها، فإنه يقع ما أسبقه من ظهار أو طلاق.